ادي يا جماعه دي الشقه الاولى وده هنا السلم الخروج، دي الشقه الثانيه. دلوقتي هنخش الشقه، طبعا في اسانسيرين، احنا في الدور التاسع، وطبعا في سلم كمان الخروج كمان. دي الشقه الثالثه، الشقه الرابعه اهي، يعني بمعنى كل دور فيه اربع اشواط. نخش دلوقتي على الصالة. اللي انا لاحظتها في الشقة ديت ان ما شاء الله الشمس بتخش لها، هتشوفوا دلوقتي من كل جانب، شوفوا مثلا. وطبعا ايه ليها المنظر الحلو ده، افتح الشباك. شوفوا كمان فيها طبعا هنا جيم، صالة رياضة وساونا وملاهي للأطفال وألعاب. وزي ما احنا شايفين هي الشقة 95 متر، شايفين الصالة كبيرة ما شاء الله حلوة. المطبخ دلوقتي طبعا ده مكان التلاجة، زي ما انا انتوا قلت لكم الشمس بتخش لها من كل جانب. شايفين حتى المطبخ ادي هنا شباك المطبخ، وفي بلكونه كمان، البلكونه. شوف التاكسي معدي ازاي، شايفين دلوقتي احنا في قلب المجمع اهو، شايفين ملاهي الاطفال، الأولاد يلعبوا هنا. وطبعا في جراج عشان احنا في مجمع، حراسة 24 ساعة. هنكمل الشقة طبعا الكاميرا وكده عشان لو حد جاي لكم كده بتفتحوها وبتشوفوا الكاميرا. انا مش عايز ادوس دلوقتي عليه عشان لو دوست الابن تحت وكده هيقول محتاجين حاجة او كده، فبلاش. انا بس حبيت اشرح لكم. زي ما انتم شايفين برضو الدولاب، وهنا تدفئة مركزية، طبعا التدفئة المركزية الجودة بتاعتها كويسة. نكمل طبعا في حمامين في الشقة، ادي الحمام الاول اهو، وطبعا شايفين الحمام التاني اهو كمان، شايفين. شوفوا الغسالة يا جماعة بتاعت الهدوم، عامل مكانها اهو، شايفين برضو هنا ايه. يعني انتوا لما تشتروا الشقة ديت انا عايز اقول لكم على حاجة، انتوا اول ناس هتقعدوا فيها. الشقة ما شاء الله لسه جديدة، وعلى فكرة انتوا لما تشتروها هتاخدوا الطوب في نفس اليوم عشان في عرب مشترين في البناية قبل كده. دي غرفة الاطفال يا جماعة، زي ما انا قلت لكم الشمس بتخش لها من كل جانب. الشمس اي بيت اللي الشمس تخش له مش هيجيله امراض ولا تدخله امراض. شايفين التاكسي التاني اللي معدينا، منطقة حيوية وراقية جدا يعني. وشايفين المنظر الجميل، شايفين.
طبعا في دفايه هنا الحين. الاوضه الكبيره بقى اهي، شايفين برضو المنظر الحلو. افتح الشباك، عايز اقول على حاجه مهمه جدا. يعني دلوقتي احنا في السلطان ايوب، نادرا لما نلاقي كده مسافه كبيره بين البنايات. شايفين السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. دلوقتي الساعة 2:30، النهاردة يوم 12 ديسمبر، والجو النهاردة برد جدا جدا جدا. شريف التركي قال لي يا علي النهاردة برد، خلينا أنت ريح في بيتك النهاردة يا علي. أنا قلت له لا ما ينفعش، الناس معتمدة علينا، الناس معتمدة على ربنا ثم علينا، فرجاء يلا نشتغل النهاردة بالرغم من الجو برد. والله الواحد بردان، بس أنا قبل ما أصور الفيديو ده كنت قاعد شوية بردان بتكتك، بس علشان خاطركم وعلشان إن شاء الله نوفر لكم فرصة كويسة زي ديت جينا النهاردة. شوف يا جماعة الميزة، عايز أقول لكم على حاجة صغيرة. أنتوا عارفين سعر الشقة ده، بما إن ما شاء الله شريف التركي خبير في العقارات قال لي يعني شقة زي كده، طبعا للأسف الشديد بعض الملاك الأتراك مزنوقين ومحتاجين فلوس. الشقة دي جت السعر بتاعها العادي 550 ألف ليرة، 500 ألف ليرة، لكن علشان الملك قال مضطر يبيعه كده قال السعر النهائي 470 ألف ليرة. وغير كده انتوا ما شاء الله هتاخدوا تدفعوا الفلوس من هنا، في اليوم اللي هتدفعوا فيه الفلوس من هنا تاخدوا تطبقوا الشقه على طول. ودي حاجه. تاني حاجه، ايه مميزات الشقه؟ مميزات الشقه انتوا جنبيكم مول فايلاند اللي الايام دي اتحول لاسمه اسطنبول، وجنبيكم تطلعوا من هنا سوق الاربعاء. النهارده يوم الاربعاء، اربعاء باللغه التركيه، يوم الاربعاء باللغه التركيه ترشامبا بونو. بما انكم هتعيشوا في تركيا فتتعلموا اللغه التركيه شويه. النهارده تشرشمبا جونو، يوم الاربعاء سوق يوم الاربعاء، عشان كده ما عرفناش نعدي من العربيه قدام الشقه هنا، لفينا من ورا العمايل علشان قدامكم كل يوم اربعاء. الميزه بتاعتها السوق والحاجات الطازه الجميله اللي بتيجي من الكرة بارخص الاسعار وافضل، والجوده بتاعتها كده جميله احسن من الف سوبر ماركت تاكله كده من هنا، ما شاء الله حاجه صحيه. دي حاجة بس كده؟ لا، مميزات الشقة دي ما شاء الله في الدور التاسع، يعني منظرها حلوة جدا، وفي نفس الوقت البنايات زي ما أنا بصور وشايف كده دلوقتي ووريتكم مش قريبة للشقة. إيه تاني؟ جراج، حراسة 24 ساعة، إحنا داخلين هنا لولا بتاع الأمن لو ما كانش عارفنا ما كانش هيدخلنا. تالت حاجة الإدارة ما شاء الله هنا، إدارة المجمع متعاونة جدا جدا. رابع حاجة سبع دقائق للمترو مشي، بقول لكم مشي. المميزات كتيرة. خامس حاجة 2:30، أنا عديتهم بالظبط 2:30 مشي لمحطة الأتوبيس عندكم. آخر محطة الأتوبيس عندكم بتروح على إمنو وعلى الفاتح وأقصراي وعلى شيشلي وعلى كل مكان أنتم عايزينه. طب الواحد عايز إيه؟ خامس حاجة وسادس حاجة المنطقة راقية، مش أي حد يسكن فيها.
وجماعة السعر ما شاء الله 470 ألف ريال. فدلوقتي قبل ما هسيبكم أنا هخليكم تبصوا على المجمع من بره وعلى المميزات السونة وكل حاجة دلوقتي، فأسيبكم دلوقتي عشان تشوفوا كل حاجة في المجمع والمميزات المجمع وشكله وكل حاجة، وأشوفكم قريب في تركيا. بحبكم جدا وأكررها دايما، أشوفكم قريب في تركيا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. يلا بينا ننزل عشان نفرجكم على كل حاجة. طبعا هنا الساونا والحمام التركي وغرفة البخار. ده الحمام التركي، وديت غرفة البخار هنا. افتح لكم غرفة البخار. دلوقتي هنروح على صالة الرياضة. صفر بو طرف، صفر بو طرف. بردة 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 بردة. المدخل اهو يا جماعة ما شاء الله. وكل طبعا شقة ليها الصندوق البريد بتاعها. شايفين النظافة؟ شايفين نظافة المجمع؟ ما شاء الله. وطبعا ألعاب للأطفال. راجل بيبيع خساره يا جماعه. ما شايفين المنظر كمان؟ حتى لما اطفال يلعبوا كده جنبيكم وانتوا كده قاعدين هنا، انا اقعد هنا اهو، اقعد دلوقتي وشوفوا المنظر من هنا. والاطفال يلعبوا هنا قدام عينيكم وانتوا تنزلوا من شقتكم وتقعدوا على الدكة ديت وتشربوا الشاي وتلعبوا مع أطفالكم هنا. وبعد كده لو عايزين تنزلوا تتمشوا لمول فايلنت اللي زي التقسيم اللي فيه ممشى كبير، عايزين تتمشوا هنا مكان جميل ما شاء الله، في المنطقة حلوة جدا. شايفين ما شاء الله ملاهي تانية للألعاب، منطقة كاملة المرافق وفيها رفاهية كبيرة جدا ما شاء الله. ومنطقة كده واسعة وحلوة.
الهواء يخش لها من كل مكان. ها الجامع اهو شايفين الجامع ما شاء الله جنب المنطقه جنب البيت بتاعكم. شوفوا بقى المفاجاه الحلوه اللي انتوا هتفرحوا بيها، محطه الاتوبيس دي المحطه اهي محطه الاتوبيس. بصوا سندرك ايوبتي بصوا عند بيتكم اخر محطه، شايفين الاتوبيسات بتقف بتقف عندكم، يعني انتوا عشان تروحوا يعني قبه اي مكان شيشلي امنونو تروحوا هنا مش محتاجين بقى ايه تقفوا في الشارع، يعني مش محتاجين قصدي تقفوا في الاتوبيس ولا الكلام ده، انتوا هتركبوا من اول المحطه. شايفين يا جماعه اهو شايفين الاتوبيس ده رايح ايه امنونو الاتوبيس ده ها. وهنا يا جماعه دي مدرسه، مدرسه يا جماعه دلوقتي يا جماعه احنا رايحين المول اللي جنب الشقه اسمه فايلاند. هنشوف بقره دقيقه فايلاند خمس دقايق بس ماشي، وبالعربيه بدقيقه وبالعربيه دقيقه واحده. يلا بينا نروح المول. المول يا جماعة اللي استرسل جنيه بيتش قد ايش تمام. ريالك كده ماشي 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 ده جاي مع المول اهو. ده يا جماعة المول اللي جنب شقتكو بدقيقة واحدة بالعربية، ثلاث دقايق مشي. شايفين بسم الله ما شاء الله. طرف كده اللي منشنكو جونيش şey tamam öbür tarafa döneceğiz tamam burası mağazalar bir de çocuk bölümleri var bayland geçeceğiz bilir güneşte şey yapıyor değil mi anne o zaman eğer öyle diyorsan ha böyle gider. Ali acıkmadın yemek yiyelim. Hani sana sana. Bak o Dubai'nin büyük sokaktası. Bak Dubai yazıyor. Nerede? Aa. هل تريد ان تكون
تمام زي ما احنا شايفين يا جماعة ما شاء الله هنا دي هو احنا عايزين ايه يكون ايه جنب شقتنا مكان نتسوق فيه احنا واولادنا واسرتنا نشتري الملابس ناكل في احسن المطاعم وباسعار كويسة شايفين يا جماعة يقول لك هنا في ان دريم يعني 50% خصم كل بالاسر الاسر هنا بيجوا هنا شايفين الملابس وكده فانا شايف بسم الله ما شاء الله فرصه كبيره جدا اجل للعرب شايفين عرب كتير هنا بيتسوقوا يعني انتوا اللي يقول احنا عايزين نروح المول الكبير هنا في كل حاجه ما شاء الله نرى يجد جز؟ كل ذي جد جز لفن طرف دار خمير اها ابو مدر خميرة داية جد اه بو او ينكتشين ينمكتشين شوفوا يا جماعة هنا حتى هنا في المجمع شايفين البنوك بنوك وهنا ملاهي للأطفال شايفين دي ملاهي للأطفال كبيرة وهنا بيعملوا حفلات هنا بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله وشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم وطلعنا البارح على الطابو خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا احنا نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم يعني شيء جميل جدا الحقيقة ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد والجماعه وقفونا انا صرت ما حسينا بغربه ما حسينا بشيء حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة التركي مشكورين كل الشكر والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول من كل جهاتها ألف شكر لك أستاذ علي وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا تحياتنا لكم ألف مبروك ألف ألف مبروك على الطابة الله يبارك فيك أخوي علي أنا شاكر ومقدم لك والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي أعطيتك وكالة وحطيت الطابة باسمي وأنا مش موجود عندكم والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك يعني يشتروا هم مرتاحين صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني ألف شكر يا أخوي علي شكرا شكرا جزيلا علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا وإلهم كل الشكر وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال
اليوتيوب ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو، نشكر استاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا، وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا علي، راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد السكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائح حد يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة لقيت على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أعطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي شقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقة اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي
تحتاج، شنو المشاكل اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا ابو الملك باعتباره هو يحكي لغه تركيه ولغه انجليزيه واللغه العربيه. انصح بكل من يشاهدني بانه يتعامل مع الاستاذ علي جمال، لانه انسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالاسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في انه ساعدنا في موضوع الاقامه، دلني على مكتب كويس باسعار مناسبه جدا، ودلني على مكان زراعه الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشره كنت خلصت العمليه، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العمليه يوم 13، والحمد لله الاثر باين، واثر ان شاء الله دايما معانا في كل حاجه، وجزا الله كل خير والله على العمليه. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس بسعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركه كويسه جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ احنا. فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله
احنا خبرة في العقارات. المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة. وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نوكولي، كويس؟ بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة، كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.